جبهة لفريق جديد من شركاء القطاع الخاص، واحد من أكبر وأهم البنوك العاملة في مصر، بنك التجاري وفا بنك. اسمحوا لنا في البداية أن نستمع لكلمة من الدكتورة نبيل القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية والتنمية. في أحد الايفنتس اللي انا شايفينها مهمه جدا بالنسبه لوزاره التضامن، وتعتبر في هذا العام وانطلاقا من هذا العام في الفتره المقبله، احنا بنغير منظور التعامل مع ذوي الاعاقه من منظور المؤسسي او الطبي الى المنظور المجتمعي والتمكيني. فالحقيقه يعني هذا يسري على جميع خدمات الاعاقه، واعتقد النهارده مفاتن التي تشرف عليها الوزاره بتمثل تعاون شديد بين جمعيات معينه، 191 جمعيه بتشرف على 191 مكتب بالاضافه الى 16 جمعيه اخرين، بيسرق برضه هما بتمويل ذاتي بنسبه 16 مكتب، اجمالي مكاتب التاهيل اللي عندنا 207 مكتب. مكاتب يعني المهام الاساسيه والدور الرئيسي لمكاتب التاهيل هي تقديم خدمات التاهيل والتمكين للاشخاص ذوي الاعاقه، بناء من استخراج الاوراق الرسميه الى استخراج بطاقه الخدمات المتكامله طبقا للقانون، الماده 19 من القانون رقم 10 لسنه 2018، وهو قانون ذوي الاعاقه الصادر في مطلع هذا العام. الحقيقه بيدي اهميه لمكاتب التاهيل، كمان كان مكاتب التاهيل تطويرها كانت مطلب مجتمعي وشعبي، واحنا بنعد استراتيجيه وزاره التضامن للاشخاص لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه بالتعاون مع اكثر من 200 جمعيه في مع 16 كمان قطاع تاهيل ذوي الاعاقه. جاء مطلب اساسي اللي هو تاهيل او تطوير مكاتب الاشخاص ذوي الاعاقه، مكاتب التاهيل اللي هي بيصدر منها مش بس الاوراق الرسميه وبطاقات الخدمات المتكامله، بيصدر منها كمان جميع الخدمات الخاصه بحاله ذوي الاعاقه الى المناطق المحيطه والشركاء المعنيين في المناطق التي يوجد فيها مكاتب التاهيل، بناء من خدمات تشغيل، خدمات علاج طبيعي، خدمات رعايه مؤسسيه، خدمات تخاطب، خدمات استقرار اوراق رسميه. فاحنا احنا بنتطلع الى تكوينه في مكاتب التاهيل احنا نراها هي مسؤوله عن البنيه المعلوماتيه.